فضيلة الشيخ، ما رأيكم بتقليد القراء في زماننا هذا، حيث أن بعض أئمة المساجد يقلدون بعض القراء في تلاواتهم وخصوصا في صلاة التراويح؟ تقليد القراء على نوعين: تقليد بمعنى أنه يقلدهم في ضبط القرآن وتجويده، هذا شيء لا بد منه، هذا يستفيد من القراء ويقرأ القرآن القراءة الصحيحة. أما تقليدهم بأصواتهم، يعني تقليد القراء بأصواتهم ويمطط القرآن ويطيل على الناس ويردد ويكرر، هذا ممقوت، وهذا يملل السامعين ويشق على المأمومين ويحصل به حرج على الناس. نعم.